هلا والله وسهلا، كيف حالكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله اموركم زين. ما توحد في الاغراض اليوم، جايبها مبكر في 20 دقيقه او 25 دقيقه. اول مره بحافظ على هذا، ما قصه. ليش؟ انا اوريكم ليش. الطريقه هذه كذا، بقصها بالنص، شايفين؟ بقصها بالنص وابدا افرغها تفريغ بسيط. عندي الرز المصري، اول شيء بسوي كذا، بعدها بنزل الرز. ابدا اول شيء بالبصل كالعاده. عندي هنا الثوم، انزله على طول. طبعا الثوم حلو اذا جيت تسوي كرملايز للبصل نفسه، ما تكثر، لأن الثوم يحكل بسرعة، أسرع من أسرع من البصل، فكذا يكفي. نزل على طول كيلو لحم. فتحه كذا شوي، خليه. بعدها على طول بهارات، الملح وكل أنواع البهارات. انزل الرز المصري الحين عليه على طول كذا، وابدا اقلبه. ابدا انزل الخضروات فوقها، بعدها الصوص الاحمر. لا خلاص، شايفين الحشوة جاهزة عندي. نزلها على طول كذا، لازم تملى الحشوة مرة كذا من قلب، شايفين؟ خلاص الحين فل، الآن فل. شوف كيف طالع فل. بعدها على طول نجيب برميزان كذا ونبشره فوق، شايفين؟ نوع الجبن الثاني اللي هو الموزريلا، ولا عاد اي نوع تبغى انت، بس انا بحط موزريلا. كذا جاهزه عندي على الفرن على طول. بسم الله. قصها ما شاء الله، شوف كيف طالع، شايفين؟ ما شاء الله، مشكلتها حارة مرة، ما أقدر. Okay.